اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. حنا كنتوالدوا في قلب اشهر سوق بمدينه الدار البيضاء، تحديدا بالحي المحمدي. ما تخيلوش الخضره شحال غاليه، صعيب الاثمنه طالعه وغاليه بزاف. غنقوم لكم واحد الجوله باش نعرفوا اثمنه كيفاش داير حي المواطن البسيط، واش في المتناول، واش يقدر المواطن البسيط انه يشريها ولا ما يشريهاش، وشحال دايره الاثمنه ديال كل خضره. بقاو معنا مشاهدينا الكرام، حنا هنايا باش نقدروا نشرحوا لكم ونقربوكم من كيفاش داير السوق اليوم من بعد التساقطات مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. اليوم حنا كنتوالدوا في قلب اكبر سوق مدينه الدار البيضاء في الحي محمدي. اليوم الحركه لانه الويكاند الناس كلهم خارج تقداو، والاثمنه والاسعار غاليه غاليه بزاف. اليوم غادي نعرفوا الاثمنه ديال كل خضره، نشوفوا المواطن المغربي واش في الاستطاعة ديالو انه يتقدى القفه ديالو ولا ما كاينينش الامكانيات. نسال الله السلامه والعافيه، نتمنوا انه الرخاء والسخاء ان شاء الله ويجعل بلادنا بلدا امنا مطمئنا. قوموا معنا مشاهدينا الكرام، شوفوا واحد من الخضاره اللي يشرح لنا فوق حال غالي. فاليوم غنحاولوا نعرفوا الاثمنه. طاحت حتى الخضره غاليه، ما طاحتش غاليه فتماما. اليوم غنحاولوا نعرفوا، معنا واحد من التجار هنايا اللي يشرح لنا. السلام عليكم. ما كاين حتى مشكل اخويا. معك مطيع عبد الرزاق. سي مطيع، كتخدم في هذا السوق هذا؟ اييه. شحال الاثمنه ديال الخضره؟ وديما كنسمعوا هذه القضيه، كل ما كانت حتى كل ما الخضره كتكون غاليه، ولا ما كانت حتى الخضره غاليه، الخضره امتى كترخص؟ خصني تصب الشعب باش ترخص الخضره، خصها تطيح في الثمن. ولكن كاين اللي كيناقش انها كاين مشكل في النقل، يعني كل ما كان النقل صعيب كل ما الخضره كتغلى. واخا يكون النقل صعيب وشي فهمتي؟ تقول بان كاين الفيضان في الطريق والطرقان كاع مقطوعين وهادي تطلع الثمن، فهمتي؟ دابا السلعه مع هاد الشيء فهمتي خصها تكون رخيصه بالخير ديال الله سبحانه وتعالى. كي داير السوق اليوم؟ السوق اليوم طالع. دابا مطيشه دايره 12000 فرنك للصندوق 2400، فين غتجيبها؟ غتجيبها غتديرها 100 درهم للكيلو، ما كاينش اللي غياخذوا. الناس ولفوا درهم 30 درهم للكيلو باش كتباع غير مؤخرا. دابا دير 5 درهم شكون غياخذها من عندك؟ شنو اللي مخلي الخضره تكون طالعه؟ اه؟ شنو اللي مخلي الخضره تكون طالعه؟ هما الطرقان مقطوعين، الفيضانات، هذا الخير ديال الله اللي عطانا سبحانه وتعالى فهمتي، هي اللي خلات الخضره تطلع شويه. ملي غتسرح الطريق غترخاص، حيت الخضره تتمول المغرب كامل وموريطانيا والدول الافريقيه كاملين تياخذوا بعد المغرب فهمتي، هذاك الشيء علاش خلات تطلع شويه في الثمن، حيت كانت ما تتصدرش وتبقى حد البلاد هنا غتولي رخيصه. الصديق ديالي اجي محسن، عطيني الاثمنه ديال الخضره ديال كرع كورجيت وديال هادو 10 دراهم. اشرح لينا دابا هما كيفاش كرع كورجيت. كرع كورجيت 10 دراهم، هاد المهيبيله 10 دراهم، قصبيه 7 دراهم، طاطا حلوه 10 دراهم. يعني الاثمنه طالعه الاثمنه طالعه صاروخ. واخا المواطن واش قادر يتقدى؟ قادر يشري. اه كاين لك المليح بلاد ما تيتقدى، واخا تكون دايره 300 الكيلو بطاطا هي خوذه من 70 المليح. واخا المواطن اللي ما عندوش واش تقدر هذه الايام اللي ما عندوش راه كاين على حساب جيبو. كاين تيجي حتى العشيه تلقى الخضره رخيصه شويه فهمتي، تيتقدى داك الشيء اللي جاب الله. يعني ما تكون هابطه، تكون هابطه شويه. راه الصندوق ماشي هو اه، حيت كاين الناس اللي تجيو المليح يدوا المليح. بحال الصديق ديالي ها هو الشريك ديالي اللي معايا، ها هو كيدير الديسير. هاكا عطيهم على الديسير. السلام عليكم. السلام عليكم. بغينا نعرفوا هذا السوق ديالكم كيدير الاثمنه، واش كيدير البل، واش بصح خضره الديسير طالعه لانه النقل صعيب؟ الحمد لله الخير موجود، السلعه كامله رخيصه الحمد لله ونشكره. شنو الاثمنه اللي كيدير؟ البنان 8 دراهم. انت كتشوف البنان كيدير، البنان 8 دراهم. البنان 8 دراهم، الرمان 7 دراهم، التفاح 13 درهم، الليمون 6 دراهم،
الخير هذا الخير راه موجود الحمد لله ونشكره. كاين اقبال دابا شويه؟ الحمد لله. الله يسعدك. الله يحفظك. خبر الناس اللي قضية تقضى ان شاء الله الرخاء والسخاء لهاد المواطنين ان الله يحسن العوان ماشي كل شيء كيقدر يحري كل شيء فنسال الله السلامة والعافية ان شاء الله يكون الخير. عزيز عبد العزيز. فاحنا اليوم غنحاولوا ندورو ونشوفو السوق كيفاش داير واش قادر بنادم يشري ولا ما قادرش يشري بأثمنة. اليوم معنا تاجر اخر في الدار اللي يشرح لنا الأثمنة كيفاش دايرين. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الخضرة اللي كتجي كيداير السوق ديالك؟ خرب بطاطا بصلة أثمنة أثمنة مناسبة. بطاطا 70 ريال. مطيشه شويه 100 ريال على حساب البرد ما كطيبش خضره شويه. واخا واش المشكل ديال النقل دابا مع الطرقه ديال الكشافه ضروري كاين واحد شويه مشكل مع الماء فيضانات. علاش الطريق مسدوده؟ راه الطريق مسدوده راك عارف قليل مشيني خويا. واخا المواطن واش الخضره اي واحد يشري دابا؟ اي واحد يشريها في متناول الجميع. الخضره رخيصه بطاطا 70 ريال كلشي رخيص بصله. بارك الله عليك. الله يحفظك. كومسيون كرام غير مواصلين معكم الجوله ديالنا. نقدر نسولك اخويا؟ فاليوم الجوله ديالنا مازال مواصلينها باش نقدروا نقلوا لكم الاثمنه ديال الخضروات في هذا السوق. السلام عليكم. خويا قبلنا راسك باش من الخضره اللي كديروا. هذا السي حسو عبد العزيز. واخا سي عبد العزيز شنو الخضره اللي كديروا؟ كلشي موجود من مين بغى من ا تال زيد. الخير موجود الخير موجود في البلاد. من الاثمنه اللي كاينين وا دابا على حسب المارشي يا صاحبي. دابا مع المارشي مغيس دابا الخضره قليله. واخا علاش دابا واحد الطريق واقيلا صعيبه؟ لا الفلاح الارض الارض مغيسه ما عندوش كيفاش يجني لك ديك الخضره والكميات ما عندهمش منين يدخلوا. يعني كل ما كانت الطريق صعيبه كل ما كانت الطريق صعيبه الخير الخير موجود في البلاد. الخير اللي كاين في هذه البلاد ما كاينش في بلاد اخرى. تماما. حتى الاثمنه اللي كاينين كلشي مناسب. كاين الخيز 80 لف 80 بطاطا 80 الجلبانه اللي اللوبيا راه غاليين دايرين 240 في المارشي. يعني هما جايين جايين من هي من المارشي 240. بارك الله عليك. الله يحفظك خويا. الله يحفظك. كانت هذه الجوله ديالنا واحد من اكبر واشهر الاسواق هنا في منطقه الحي المحمدي باش نقربوكم من الاثمنه وكيفاش داير السوق اليوم. نتمنى نكونوا تفاعلتوا معنا شفتوا الاثمنه خذيتوا الفكره. نسال الله السلامه والعافيه لكل الناس انه يعم الرخاء والسخاء بلاد المواطنين المغاربه. فاليوم لا خويا درينا راسك يونس اكس مهاجر في الغربه الان كنتواجد مع هاد الاخوان باش كنبيع ونشري وكندوزو معهم الوقت. الخضره كندير البصله والخرشف. الأثمنة 40 ريال يعني في متناول الجميع خويا. 40 ريال راه درويش ياك ولا لا؟ ونضيعوا حنا وما نضيعوش الناس. المهم يبقى واحد الرواج. السوق ما يموتش. السوق انا يلاه جيت من الغربه لقيته ميت وزاد غادي وكيموت فهمتي. يعني الحركه اللي جيتي فيها هي اليوم يعني انت جيتي مع السبت. السبت والحد هي فين كتواجد الحركه. فوالا ولكن اثنين وثلاث ولا اربعه كيتهرس شويه الخضار ومع ذلك كتكون البركه وكتكون اثمنه جد جد مناسبه في هذا السوق. لان الناس كيخليوا هذا السوق كيمشيو السوق اللي هكا كيمشيو السوق اللي هكا كيمشيو هكا. هذا دابا واحد ديديكاس بالالمانيا فيها بنيه كارطوفل فيها بن طوماطن فيها بن زبيبل ودان هيرس لجبيل كومن ان دار لامان. داز از دي بيست مارشي ان دي فيلت. هذا هو احسن مارشي كاين في الحي المحمدي. والله ديديكاس لكم الخوش معنا هنا. شوف هاك عبد الرزاق. عبد الرزاق كيحسن فهو السوق البركه. الله يجعل البركه خويا. السوق الله يجعل البركه خويا. ما كاين لا السوق لا والو. ما فهمتش اخويا السوق ما كلشي كاين البيع والشراء هنا ما كاين لا السوق. حتى الخضره السيمانه اخويا العزيزات كتخسر ارباحنا حنايا كنلوحوا صحيب. هاد السوق البركه الله يجعل البركه صحيبي. وكنطلبوا الله يدير شي شاول ديال الخير والله يفرجها من عنده. راه حنا كنضيعوا صحيبي هنايا والله ما فاش كنضيعوا حنا. ماشي بلاصتنا ماشي هنا بلاصتنا. ما نقولش اخويا السير الله يسهل اخويا. مشاهدينا الكرام حتى هنايا جولتنا في السوق
دولتنا في هذا السوق الصوت النهائي ديالها. نتمنى تكونوا تبعتوا معنا وشفتوا الاثمنه وكيفاش داير السوق. نتلاقاو في الخير.